احنا معانا فاطمه. الو، السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فاطمه. ايوه لو سمحت يا دكتور، كان عندي سؤال. بس انا كنت حامل. ايوه. في بدايه علاقتي دخلت في شهري التاسع. شهر التاسع؟ في بدايه التاسع. بدايه التاسع، اوكي. فوالله انا رحت الدكتور بتاعي وقال لي ان انا المشيمه نازله لتحت. اوكي. يعني مش نازله بدرجه خطيره يعني، فانا كنت قلقانه يعني ايه نازله لتحت وايه الولاده المحتمله ليا يعني. اوكي، حصل نزيف اثناء الحمل ولا لا؟ لا لا، ما حصلش نزيف ولا ما يعني. حصلش. كان عندي زلام في بدايه الحمل وضغط بس راح. حضرتك والده قبل كده ولا لا؟ لا، انا اجهدت قبل كده. يعني ما حصلش ولاده قبل كده. اوكي. لا، ما حصلش ولادة، بس حصل اجهاض. طيب، السؤال ده مهم. كان بينزل عندي بقع دم مع اجهاض الدم. ده في الاول الحمل ولا في اواخر الحمل؟ لا، ده من شهر كده، في الكامل، في نص الكامل. دي مهمه قوي. طيب، هو دي حاجه مهمه جدا، اللي هي المشيمه متقدمه. يعني ايه مشيمه متقدمه؟ المفروض ان المشيمه تكون موجوده في الجزء العلوي من الرحم، ما تبقاش موجوده في الجزء السفلي. لو هي مشيمه متقدمه، وبالذات لو المشيمة ديت داخلة على عنق الرحم وقافلة عنق الرحم تماما، يبقى ديت اللي هي بنقول عليها بلاسنتا بريفيا، أو مشيمة متقدمة، اللي هي الجريد، اللي هي السنترال، اللي هي جاية على عنق الرحم. دي بتبقى أخطر نوع، لأن احنا بنقول إن في الحالات اللي زي كده، وهي بتقول إن نزل عليها سبوتنج أو نزيف في الشهور الأخيرة من حوالي شهر، وهي في شهر التاسع دلوقتي، طبعا الولادة بتاعتها مش، لو هي المشيمة متقدمة فعلا، الولادة ما ينفعش انها تبقى ولادة طبيعية، غالبا لازم هتبقى ولادة قيصرية. والمشكلة ايه؟ المشكلة ان المشيمة وهي موجودة في الوضع دوت بيحصل نزيف اثناء الحمل، وممكن يحصل نزيف في الشهور الاخيرة من الحمل، وممكن يحصل نزيف شديد وقت الولادة. فبالتالي افضل شيء في الحالات اللي زي كده ان الطبيب بيلجا الى الولاده القيصريه اول ما الجنين يكتمل. يعني حتى مش لازم ان هو يستنى، اول ما يبقى 38 اسبوع بيدخلها، زي بيحجز لها ميعاد لولاده قيصريه، وديت افضل شيء ليها. صعب جدا ان احنا نولد واحده عندها مشيمه متقدمه ولاده طبيعيه في الوقت اللي احنا فيه. لازم تكون موجوده في مكان فيه دم، عشان يبقى حاجز دم، عشان لو حصل لها نزيف او حاجه. لازم نتاكد من ان هي دلوقتي، طبعا بالنسبه للحاله بتاعتنا ان هي وصلت للتاسع، ودي حاجه جيده جدا. فاحنا بنقول انها ما استناش اكتر من كده، اسبوع او اسبوعين في التاسع، وتحصل ولاده القيصريه.